نقطتين مهمين جدا. في اكاذيب، خلينا نقول كلام احنا ما كناش لسه عارفين هو كلام حقيقي ولا اكاذيب، طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وللاسف انه بي بي سي كمان ساهمت قوي انها تنتشر. ايه هي؟ قال لك اصل الشبكه في الواحات اتقطعت، وان ده قطع الشبكه وعدم تقويه الشبكات هناك ده كان السبب الرئيسي في حدوث هذه الحادثه ووقوع هذا العدد من الشهداء. الحقيقه انه في عندنا خبراء اتصالات ردوا على اكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي وادعاءات بي بي سي، واكدوا انه، او خلينا نقول انه في وسائل التواصل الاجتماعي يعني اطلقت، بعد ما اطلقت اتهاماتها الجزافيه بتتهم فيها شبكه الاتصالات بالضعف في مناطق الاشتباكات، وانه ده اللي تسبب في مشكله للقوات المتواجده هناك. والحقيقه انه كمان في الاكثر خطوره كمان الاتهامات الجزافيه دي ما وقفتش عند حدود وسائل التواصل الاجتماعي. احنا شفنا كمان بي بي سي، وهي بالنسبه لنا علامه استفهام كبيره، لانها على مدار عشرات السنوات كانت بالنسبه لنا يعني الميديا او الوسيله الاعلاميه الابرز، واللي كنا بالحقيقه كانت الريفرنس بالنسبه لنا، المصدر بالنسبه لنا، يعني رويترز طول عمرنا بي بي سي الحقيقه يعني. فانا ما اعرفش ايه اللي حاصل في الفتره الاخيره دي، بقت اخبار مغلوطه. ويعني قالوا انه رداءة الاتصالات زاد من مشكله الحادثه دي، ودي اتهامات لقينا خبراء اتصالات عندنا هنا في مصر بيستنكروها وبشده، واكدوا انه قوات الجيش والشرطه ليها شبكات اتصالات خاصه بيها، وان هي ملهاش علاقه بشبكات المحمول. وفي بقى شهادات كتيره جدا لخبراء في مجالات الاتصالات، وفي كمان النائب مصطفى بكري كان اتكلم على موضوع انقطاع الاتصالات بالهاتف الثريا، وفي نائب رئيس الجمعيه العلميه لمهندسي الاتصالات، كل دول اتكلموا انه يعني من يردد باتهامات بشان شبكه الاتصالات ده خاطئ، وانه الشبكه بريئه براءه الذئب من دم ابن يعقوب في هذا الحادث. بالفعل يعني هو بس احنا بنتكلم عن فكره ان احنا يعني المكان كان في عمق الصحراء في مسافه بعيده، فبس ده بطبيعه الحال ممكن تكون الشبكه ضعيفه شويه في 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 ساعه التواصل، كان التواصل مش قوي بنسبة كبيرة، حتى يعني ما تواتر من معلومات ان العناصر الارهابية نفسها كانوا بيتواصلوا فيما بينهم عن طريق الهاتف الثريا. لكن على كل حال من الاحوال هذا الامر لم يؤثر بالسلب على ما حدث في المعركة من تبادل لاطلاق الرصاص بين المتهمين وبين قوات الامن. بمناسبة بقى الاخبار الكتيرة قوي اللي هي يعني وصلنا ان احنا حتى بقينا بنحلل واحنا قاعدين في بيوتنا او في مكاتبنا، بقينا بنحلل ارض المعركه كان فيها شبكه ولا ما كانش فيها شبكه، فده الحقيقه شيء مؤسف جدا يعني. بالمناسبه